الزمالك وبيراميدز مباراة كبيرة ترسم طريق البطل، بطل الدوري الممتاز موسم 2021-2022. الزمالك بكرة هيلتقي بيراميدز في مباراة قمة الدوري والمنافسة عليها. الزمالك بانتعاشة الفوز بالكاس والأداء الجيد في مباريات الدوري الأخيرة هيرفع بكرة شعار الفوز وحده للابتعاد بقمة الدوري. وبيراميدز اللي معاه تقريبا أفضل مجموعة لاعبين جاهزين بالمقارنة بفرق المنافسة الزمالك والأهلي، عارف إن الفوز هيقربه جدا من أول لقب في تاريخه. بيراميدز بأدائه الموسم ده خلانا نشوف منافسة حلوة على اللقب، والزمالك اللي ظروفه كانت صعبة جدا أول الموسم قدر يتخطى الظروف دي ويلمس الدرع، والأهلي من بعيد بيراقب ويستنى علشان يتمسك بحظوظه باللحاق بالزمالك أو بيراميدز. الدوري بيحلو كل يوم أكتر، والكلام بطبيعة الحال